توضيح. توضيح يا بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هيلا توريني وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي توبة نصوحة هموش، وحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن على. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه، هقطع خبره كالكوداء الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز، اطهر ما تخلوش غيب عن عينك. جري. امرك يا معلمه. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية. ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. والواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في علمكم. الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه. لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. اي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها. انت مسقف انت على النعمة، انت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعة، لازم تحضر لنا واحد تاني، لان المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا، وانت جاي هتجهز عيب. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه يا بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟
حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكنده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه يا بيه. بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي يا بيه. الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا تيجي انت تاخده مننا سفلاه. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهورات سكرتة موقفينه بدل حساسة سنين. بس حساسة سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكيله يا اخي احكيله يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه اللي لازمتها بس المصاريف يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليله واحده في العمر. ليله واحده في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفه. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعادة البيه لاكون ما سألت الشحاتين دي مقلب مدبر البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده قوانطة. اه اهلا يا سعادة البيه. اهلا اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعادة. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فند انت؟ انا مستني سعاده البيه. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيه جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خابور يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرح بكره. وبيقولوا عامل فرح انتكا فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلبه الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب.